إذا كان عندي مكتبة لبيع الكتب وعند جردها تبين أن قيمة الجرد 100,000 جنيه ولي ديون عند بعض الناس تقدر 10,000 جنيه وعلي ديون للآخرين تقدر 60,000 جنيه علما بأن الديون التي لي لم يحل عليها الحول، فكيف أدفع زكاة عن هذه المكتبة؟ هذه المسألة تجارة، والواجب أن تسعر الكتب الموجودة آخر العام ويضاف إلى ثمنها الديون التي لصاحب المكتبة على الآخرين، وما دام عليه ديون للغير فتخصم هذه الديون من مجموع ثمن الكتب والديون المستحقة عند الغير، والباقي إن بلغ نصابا وهو ثمن 85 جراما من الذهب تخرج الزكاة وهي ربع العشر، فإن لم يبلغ الباقي نصابا فلا زكاة عليه، والله